مشاهدينا مستمعينا الكرام، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في الجولة 17 من دوري نجوم كيو أم بي. أهلا بكم في قبل الجولة. أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من قبل الجولة، وأهلا بكم في جولة جديدة من جولات دوري نجوم كيو أم بي. ولكن قبل الحديث عن هذه الجولة وعن الدوري دوري كيو أم بي، نتحدث ونقول ألف مبروك لفريقي السد ولد حيل الخطوة الأولى في دوري أبطال آسيا، ونقول أيضا نتمنى التوفيق لفريق نادي الريان الذي لا له ولا عليه تعادل، لكن كان بالإمكان أفضل مما كان، والغرافة نقول له هارد لك في هذه الجولة، وإن شاء الله أن يكون هناك التعويض في القادم بإذن الله تعالى، ونتمنى كل المتعة والإثارة لهذه الفرق في المعترك المحلي وكذلك المعترك الخارجي، آملين أن لا تؤثر مشاركتهم الخارجية على المنافسة في الصدارة، حيث ستكون حلقة هذا اليوم من قبل الجولة هي محور الحديث عن مشاركتهم الأسيوية ومدى تأثيرها على المنافسة في صدارة الدوري مع ضيوفي الكرام في القسم الثاني من هذه الحلقة. ولكن سنتحدث مع الكابتن سلمان حسن عن ما دار في الجولة الماضية وما سيدور في هذه الجولة في القسم الأول من الحلقة، فدعونا نستذكر وإياكم أبرز ما دار في الجولة الماضية في فلاش باك. الجولة 16 من منافسات دوري نجوم كيو أم بي اجتاحت فيها رياح الأهداف الغزيرة شباك الفرق في كثير من مبارياتها. أد حيل يهزم الغرافة بخمسة أهداف لهدف، والأهلي يكتسح العربي برباعية بيضاء، والخريطيات يقتل المرخية بثلاثة أهداف لهدف، وبهدفين نظيفين السد يوقف زحف الريان، وقطر يحصد أغلى نقاط موسمه من السيلية، وأم صلال يتجاوز الخور بهدفين لهدف. 22 هدفا محصلة هدفي الجولة كان لدحيل النصيب الأكبر منها برصيد خمسة أهداف أمطر بها شباك الغرافة. 42 نقطة يعتلي بها الدحيل سباق القمة، يليه السد بأربعين نقطة. 31 بطاقة صفراء أشهرها حكام الجولة كان النصيب الأكبر منها للاعبي المرخية في مباراتهم مع الإخريطيات. 3 بطاقات حمراء طرد على إثرها فهيد الغرافة وصديق السيلية ودراج أم صلال. 3 ضربات جزاء سجل يونس الأهلي إحداهن في مرمى العربي، فيما سجل عربي الدحيل واحدة وأهدر أخرى في مواجهة فريقه مع الغرافة. إذن الجولة 17 تنطلق يوم غد بإذن الله تعالى بعد عودة الفرق المشاركة خارجيا والفرق المتواجدة أيضا حاليا، وكلنا أمل على أن نشاهد جولة ممتعة ومثيرة. عموما نرحب بالكابتن سلمان حسن، يا مرحبا وسهلا فيك كابتن. مرحبا، نقول لك مبروك فوز فرقنا الآسيوية، ونقول حظ أوفر للفرق اللي ما فاز. ما قصرون، نقول لهم مبروك، ألف ألف مبروك، وحظ أوفر الفرق اللي لم يحالفها الحظ، وإن شاء الله في المباراة القادمة وفي الجولات القادمة يعوضون إن شاء الله. زين، مسجل الجولة 16 الجولة الماضية طبعا كانت هناك مواجهات مباشرة بالنسبة لبعض الفرق، وهناك نتائج أيضا عليها علامات استفهام، كلمنا عن الجولة اللي ضافت. جولة مثيرة طبعا، احنا شفنا كان في تقلبات كثيرة، يعني فرق تتقدم ثم الفرق الثانية تقلب عليها الطاولة، بعض الفرق تأثرت بالكروت الحمراء والبعض الآخر لم يتأثر، كان في عودة للخريطيات، عودة لأم صلال في هذه المباريات، أيضا السد استطاع أن
يعني خلنا ما نقول ينتقم أو يعوض خسارته في القسم الأول مع الريان. طبعا الغرافة نتيجة ثقيلة كانت كبيرة، يعني توقعنا أن الدحيل ممكن يفوز لكن ليست بهذه النتيجة وليست بهذه الصورة. فهذا وأيضا قطر، عودة قطر بنتيجة إيجابية أمام السهلية، تأثر السهلية بالطرد المرة الثانية، نشوف يعني يكون السهلية تأثر بنقص لاعب عكس مصلان اللي لم يتأثر بهذا النقص واستطاع أن يعود إلى المباراة. هذه أبرز ما حدث في الجولة، وايضا خساره العربي بنتيجه كبيره. هذا الموضوع اللي كنت ابي اقول لك عنه، كل الفرق اللي كانت تبحث عن نقاط حصلت النقاط الا العربي. اي نعم للاسف، يعني وايضا كانت نتيجه كبيره. يعني احنا دائما احنا نقول فرق المتقاربه ممكن فريق يفوز على الثاني، يعني ممكن توقع الفريق هذا يفوز الفريق الثاني يعني يغلب التوقعات، لكن بالنتيجه الكبيره هذه غير المتوقعه بالنسبه للعربي وايضا كانت بالنسبه للغرافه. نعم نبدأ طبعا فقراتنا، ومع مشاهدين الكرام اخترنا لكم اليوم مباراة الريان والسهلية لتكون محور حديثنا الأول وانطلاقة الحلقة لهذا الأسبوع. نتابع هذا التقرير ثم نعود من جديد. تستهل الجولة 17 من دوري نجوم كيو أن بي منافساتها بمواجهات غاية في الأهمية، من بين أهمها تلك التي ستجمع الريان بالسهلية الجمعة وكلاهما جريح. الريان الذي خسر كثيرا في سباق القمة بهزيمته من السد الجولة الماضية بهدفين دون رد، ما جمد رصيده عند 35 نقطة في المركز الثالث، وهو ما يجبره على التعامل مع كل مبارياته المقبلة على أنها مباريات كؤوس لا تحتمل حتى فرضية التعادل إن أراد أن يعود إلى أجواء المنافسة مجددا. والسهلية هو الآخر باغته قطر بهزيمة لم تكن أبدا متوقعة بهدفين نظيفين أيضا، ما أجبره على التوقف عند 24 نقطة متساويا مع أم صلال المتأهب للقفز إلى المربع في أقرب فرصة، وهو ما يعني أن السهلية أيضا مطالب بإدراك نقاط مبارياته المقبلة والعودة إلى روح الانتصارات من جديد للحفاظ على مكانه وسط كبار اللعبة. الريان والسهلية مباراة تأتي بحسابات الفوز ولا شيء سواه، فمن يحسمها لصالحه ويدرك مبتغاه. إذن مشاهدينا الكرام، إذا تحدثنا عن مباراة الريان والسهلية، السهلية بالرغم من الخسارة لأنه لا زال متمسك بالمركز الرابع بفارق الأهداف عن فريق نادي أم صلال. طبعا اليوم المباراة هذه والمباراة هذه ستكون مفترق طرق بالنسبة للمركز الرابع. نتحدث بأن الريان هو ثالث الترتيب ب 35 نقطة، قادم من خسارة بهدفين للا شيء أمام فريق نادي السد. السهلية أيضا المركز الرابع وقادم من خسارة بذات النتيجة بهدفين للا شيء أمام فريق نادي قطر برصيد لديه 24 نقطة. القسم الأول كان 1-0 للريان مساجر. يعني أتذكر يمكن المباراة في القسم الأول فاز وأيضا كانت ركلة جزاء أعتقد، ومباراة كانت كبيرة بالنسبة للنادي السهلية، قدم مستوى جدا رائع. ذكرنا أن المباراة يعني لا يستحق السهلية الخسارة في هذه المباراة، خاصة أنه قدم مستوى رائع جدا، لكن للأسف أن السهلية من قبل القسم نهاية القسم الثاني وهو في يعني نتائجه كانت سلبية لين المباراة السابقة وهو في خسار، هو فعلا يعني سوى فارق بينه وبين أم صلال المنافس له، لكن للأسف أنه في تعثر وتعثر كبير. الرصيد اللي جابه أو حصل عليه السهلية في القسم الأول هو اللي مخلي لحد الآن في المركز الرابع، ولكن يعني نجي على 8 مباريات أو 9 مباريات صار متعدلين في النقاط. نفس 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 القضية بالنسبة للمصلال، المصلال أيضا كانت نتائج سلبية كثيرة وابتعد كثيرا عن المركز الرابع ثم عاد وقلص الفارق لحد ما تساوى في النقاط، لكن أيضا المصلال لا يقدم المستوى المعهود اللي بدأ فيه بداية الموسم هو ونادي السهلية. فنتمنى الفريقين أيضا أن يعودون إلى مستواهم اللي بدوا فيه في بداية الموسم. نعم طيب احنا لو بدأنا بالحالات الفنية ونتكلم عن أول الحالات، هي هدف لصالح فريق نادي الريان، نشوف التعامل الهجومي لفريق نادي الريان. نشوف التعامل الهجومي، طبعا الريان من الفرق اللي عنده قوة هجومية، وجود تباتا سبستيان وحمد الله وأيضا اللاعب الكوري. فنشوف الكرة هنا كانت يعني احنا نقول كان في ضغط عالي بالنسبة لفريق الريان، استطاع أن يحصل على الكرة والتعامل كان بشكل أمثل في الكرة هذه، استطاع أن يسجل منها سبستيان.
لو نشوفها في الإعادة مرة ثانية من البداية لو تجيبونها بس بدري عادة بتجي. نعم شوف مرة ثانية كيف استطاع أن يستخلص الكرة من الفريق اللي نشوف المدني بس وقف نقف هنا نشوف الضغط اللي كان موجود بالنسبة للاعبي الريان ضغط متقدم كان موجود أكثر من لاعب كان ضاغطين في المنطقة هذه وبعد ذلك نشوف لاعبين توجهوا للاعب اللي عنده الكرة يعني في اثنين ضد واحد حالة اثنين ضد واحد وأيضا نشوف اللاعبين اللي القادمين من هنا يعني في ضغط من المنطقة هذه وضغط وبالإضافة إلى هنا يعني اللاعب الفريق المنافس محاصر في هذه المنطقة واستطاع فريق الريان يستخلص الكرة هذه نكمل مشي اللعبة نشوف الضغط مرة ثانية بس وقف هناك وقف وقف عندك ارجع شوي ارجع 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 لين ايوه بس وقف عندك هنا ايضا نشوف نشوف المنطقة هذه أيضا كان في ضغط على الكرة بعد ما كان تواجد اللاعبين ذكرناه إحنا تقريبا أربعة لاعبين ضغطوا بعد ما طلعت الكرة أيضا لاعب عبد المقصود ضغط على اللاعب المستحوذ على الكرة واستطاع أن يحصل عليها نكمل نكمل انقطعت الكرة بس نشوف هنا اللقطة لمسة واحدة تمريرة من لمسة واحدة وأيضا سيباستيان سوريا لم يتوانى في وضع الكرة في الشباك خذها في زاوية وضعها في الزاوية البعيدة كان يعني مثل ما تقول هدف مثالي وأيضا نموذجي بالنسبة للضغط العالي واستخلاص الكرة وتسجيل الأهداف منها. نعم. طيب هدف اللي على الريان أو الدفاع منطقة أو منطقة دفاع الريان أيضا هما فيه فرق كبير بينها وبين دفاعات فريق نادي السليب بعدد الأهداف. نعم في إحنا قلنا الريان فيه أخطاء دفاعية بس وقف اللقطة هني وقف بس وقف وقف ارجع ارجع. إحنا نشوف الأهداف تمركز بالنسبة للمدافعين في المنطقة هذه ثلاث مدافعين لكن المدافع هني في المنطقة هذه طبعا تمركزه ما كان سليم طبعا علي سند كان بالأحرى يعني دائما إحنا نقول قائد الفريق أو اللاعبين قلبين الدفاع هم اللي ينظمون الفريق يحاولون يتواصلون دائما أهم شيء في خط الدفاع هو التواصل ما كان في تواصل لاعب ما كان متمركز بالشكل الأمثل كان يعني تقريبا يحاول أن يضغط على اللاعب اللي هناك قراءة ما كانت جيدة احنا دائما نقول لك في سرعة في القراءة سرعة في التوقع لكن القراءة أو التوقع ما كان بالشكل الأمثل ترك اللاعب شوف خلفه كابتن شوف كابتن عندك تشافي من لمسة واحدة ضرب كم لاعب عنده الحين مثلا لو حسبنا 1 2 3 انه بيكون قريب منه اكيد يعني انت شافي قيمه فنيه هنا اللي المفروض يكون مدرسه يتعلمون نعم منها اللاعبين نعم انت اللاعب مثل هذا احنا عارفين ان دائما يتميز بالتمريرات الاسيست التمريرات المتقنه اللي تضع اللاعب هو المرمى نشوف الكره خمس يعني لعيبه تقريبا ضربهم نعم بتمريره واحده بكل تاكيد كانت تمريره مثاليه استغل الهفوة الدفاعية يعني كانت مجرد ثواني لكن استغل الهفوة الدفاعية أيضا كان تصرف قلب الدفاع ممكن أحمد ياسر لم يتعامل بالكرة بالشكل الأمثل يعني هو اختار الحل الأخير احنا دائما نقول النزول هذا الحل الأخير فهو اختار الحل الأخير كان مفروض يطلع مع اللاعب بس نوقف الكرة هنا نشوف بس وقف ارجع 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 ايوه كان يعني بامكان اللاعب انا كره ملعوبه اقطع عليه الطريق صح هذا اسهل شيء هو تاخير اول ما ابدا تاخير اللعب اقطع عليه الطريق لكن هو اختار الحل الاخير اللي هو النزول للكره وما كان متاكد يعني دائما لما تنزل نقول 100% انت متاكد انك تاخذ الكره فاختار الحل الاخير وما استطاع ان يحصل على الكره فكانت العقوبه هدف لصالح الفريق المنافس نعم على الجانب الاخر هجوم فريق نادي السيليه هجوم السيلية طبعا كان مميز احنا قلنا مثل ما قلنا في البدايات كان مميز خاصة فاغنر ولازار يعني كان دائما متميز لكن هذه نشوف تسديدة بعيدة مجدي صديق باغت فيها الفريق المنافس وأيضا الحارس تسديدة كانت متقنة في الزاوية البعيدة سجل من هدف هذه كانت إحدى الحلول يعني مجدي احنا حتى في الكرات الثابتة يمكن في عهده كان يجيد التسديد من الكرات الثابتة والمتحركة وهذا نموذج عن الهدف ورغم أنه ما نشاهد كثيرا أهداف المجدي الصديق لكن وفق كثيرا وعاد إلى أيامه المعهودة في التسديدات من البعيد وسجل منها هدف باغت فيها الحارس والفريق المنافس نعم. واستطاع أن يسجل هدف فهذه يعني احنا نقول التسديد من خارج المنطقة أحد الحلول الهجومية طيب بالنسبة لدفاعات فريق نادي السيرية بالنسبة للدفاعات كانت في أخطاء كثيرة خاصة في الفترات الأخيرة كان في هفوات دفاعية كثيرة عدم ترتيب عدم تنظيم بالنسبة لهم استقبلوا أهداف نشوف بس الوضع هنا بس نوقف وقف الكرة
نشوف طبعا احنا يعني انت من المستحيل ان تشوف تشكيل دفاعي بالشكل هذا، ان اكثر من ثلاثة لاعبين في منطقة واحدة، اقل 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 ما يمكن ان نترك اللاعب المنافس ونطلع، او تحصل دائما اللاعبين يلعبون على خط واحد، خاصة المدافعين اذا كان خط ثلاثي او رباعي دائما حصلهم يلعبون على خط واحد، لكن هنا نشوف يعني التنظيم ما كان موجود بالنسبة للثلاثي، في تغطية من لاعب، في لاعب لاعب مان تو مان، وفي ثاني مش مراقب، لكن اللاعب اللي في الوسط طبعا استطاع ان يكسر مصيدة التسلل او عدم التنظيم الدفاعي بالنسبة لمدافعين مسامير، ايضا عفوا السيلية، ايضا شوف التمريرة، التمريرة ما كان في ضغط، كان في فرصة كبيرة للاعب انه يعني يلعب الكرة بكل اريحية، فلعبت الكرة نكمل لقطة، لعبت الكرة طلع اللاعب انفرد في المرمى، رغم أن الكرة أيضا كانت مرتدة، الكرة الثانية إذا ما كانت متابعة بالنسبة للمدافعين استطاع الفريق المنافس أن يستغلها ويسجل منها هدف، يعني التمركز ما كان صحيح، عدم التمركز الجيد سبب في هذا الهدف، مثل ما شفنا هنا أيضا الكرة اللي ارتدت من القائم حصل عليها الفريق، يعني الكرة الثانية أيضا كانت من فريق المنافس استطاع أن يسجل منها الهدف. أكيد. عموما احنا إذن بعد تحليل لهذه المباراة نتابع التقرير الخاص بمباراة يوم الخميس ومباراة الدحيل مع أم صلال، نتابع. الدحيل وأم صلال مواجهة صعبة لكلا طرفيها، الدحيل الذي يواصل انفراده بالقمة ويخطو بثبات نحو اللقب الوثير، يبدو متحفزا دائما لمواصلة المشوار الكبير، وبعد أن أغرق الغرافة بالخماسيات الجولة الماضية ها هو على أهبة الاستعداد لمواجهة أم صلال، ولا حسابات عنده سوى الفوز والنقاط أيا كانت العقبات. فالدحيل صاحب 42 نقطة يسعى لرفع غلته وتأمين مسيرته والابتعاد أكثر عن أقرب منافسيه بمزيد الانفراد بقمته، وأم صلال الذي عدل المسار وقاوم التيار واقتنص فوزا هاما من الخور بهدفين لهدف الجولة الماضية يشمر سواعد الهمة لإنجاز المهمة، ورغم يقينه بصعوبة مواجهة منافسه المدجج بكل أسلحة النصر، إلا أنه هو الآخر يرى لنفسه حقا مشروعا في المباراة والنقاط، طالما أن الكرة لا تزال بين الجميع في ساحة المنافسات، خاصة بعدما عادل غلته مع السيلية وبات على أبواب العودة من جديد إلى مربع الكبار. الدحيل وأم صلال مباراة تحديد الكثير من معالم المشوار. إذن مشاهدين الكرام، الدحيل وأم صلال كأولى المباراة التي أو ثاني مباراة سنتحدث عنها اليوم. طبعا نتكلم أن الدحيل هو في الصدارة، الدحيل قادم من انتصار كبير على فريق نادي الغرافة بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، الدحيل أيضا قادم من انتصار في البطولة الآسيوية، فريق الدحيل لديه 42 نقطة خالي من أي خسارة حتى الآن، فريق أم صلال قادم هو الآخر من انتصار على الخور بهدفين مقابل هدف في المركز الخامس ب 24 نقطة متساوي مع فريق السيلية بنفس عدد النقاط، الدحيل تغلب على أم صلال في القسم الأول بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد. نعم طبعا الدحيل أول شيء مثل ما شاهدنا الدحيل في المباراة السابقة أيضا استطاع أن يسجل نتيجة كبيرة، القوة الهجومية والناحية الهجومية بالنسبة لفريق الدحيل يعني يجب أن لا تلعب أمامهم لعب مفتوح، المحافظة وتعتمد على الهجمات المرتدة، تكتل الدفاع، عدم إعطاء الفرصة، عدم إعطاء المساحات بالنسبة للاعبين، إذا حصلوا فرصة اللاعبين ذول فراح تواجه مشكلة أمامهم، يعني يجب أن توازن في الدفاع وفي الهجوم، رغم أن أم صلال عنده الإمكانيات الهجومية موجودة، اللاعب الدراجي شاهدنا أول مباراة لحضوره كان متألق وبعد ذلك يعني لم نشاهد منه الكثير، ساقبو يمكن ما زال هو اللاعب الوحيد المميز أو الأقرب للتميز. احنا بساجر لو تكلمنا عن الدحيل الحين
يعني الدحيل قادم من مشاركة آسيوية، نعم. قادم أيضا من انتصار كبير على الغرافة، مشاركة آسيوية أيضا نعملها في الدوحة كانت، نعم. ولكن أيضا كان فيه مباراة، فشلون تشوف أنت المعنويات انتصارين متتاليين محلي وخارجي وتأثيرهم على الأداء في المباراة القادمة؟ والله أعتقد نادي دحيل خاصة يعني عنده الخبرة السابقة من خلال البطولات المحلية وأيضا البطولات الآسيوية، وأيضا يعرف كيف يتعامل مع مثل هالمباريات، والعناصر أيضا عنده دكة البدلاء رغم أن أسماء شابة أسماء صغيرة، لكن أيضا شاهدناها مندمجة مع الفريق ولا تقل مستوى عن يعني اللاعبين اللي مثلوا دحيل، مثلا غياب لويس شاهدنا يمكن اللاعبين الشباب المعز وغيره من الأسماء اللي شاركت لم تقل عنهم في الأداء وفي المستوى، دليل ذلك أن في منظومة أو استراتيجية معينة ماشيين عليها، يعني حتى لو يغيب لاعب يتغير لاعب تحصل لا يتأثر الفريق بهذه الغيابات لأن في استراتيجية واضحة ولعبة جماعية أو يلعبون كرة جماعية، فذلك التأثير ما يكون كبير رغم أن نقص الخبرة، لكن في من العمدة الأساسية موجودة في الفريق واللي تشيل الفريق وتساند الفريق، فنشوف يعني أنا من حتى من الموسم الماضي أقول دحيل لا يمكن لأي فريق أن يوقف الدحيل إلا دحيل نفسه، إذا يعني تساهلوا في المباراة أو ما أدوا المطلوب في هذه المباراة فهم اللي خاصة في دور نجوم قطر هم اللي خسروا نفسهم أكيد، لكن لا يوجد فريق يستطيع أن يخسر فريق الدحيل. طيب على الجانب الآخر فريق نادي أم مصطلح والظهور الأول للكابتن طلال القرقوري مع الفريق والعلامة الكاملة، طبعا كان ظهور موفق رغم أنه انطرد لاعب عنده ولاعب محترف ولاعب يعني نقول مهم بالنسبة لهم، رغم أنه ذكرنا يمكن أول مباراة كان له ظهور مميز بعد ذلك يعني كان في تراجع كبير لم نشاهد نفس الأداء في المباريات التالية بالنسبة للاعب هذا، حصل على بطاقة حمراء المباراة السابقة رغم تأخر الفريق بهدف استطاع أن يعود إلى المباراة ويحصد 3 نقاط، كان يعني موفق طلال القرقوري في هذه المباراة حصد 3 نقاط أمام فريق أيضا عنيد، يعني احنا دائما نشوف الخور من الفرق اللي تحرج خاصة الفرق الكبيرة، فكانت بداية موفقة بالنسبة لطلال، لكن عليه أن يعني يعمل حساب لفريق دحيل حيث أن في فرق كبير أو شاسع بين دحيل وبين الخور يمكن كان في نوعا ما سهولة رغم أنه كان مثل ما ذكرنا النقص عديد استطاع أن يتغلب على النقص العددي وظهر بشكل يعني حسن امام في هذه المباراه، لكن المباراه هذه مختلفه جدا، عليه ان لا يعطي الفرصه والمساحات لفريق دحيل وخاصه في من الناحيه الهجوميه بالاسماء الموجوده في دحيل فراح يواجه صعوبه كما حصل في القسم الاول. إذا مشاهدينا الكرام الكابتن طلال القرقوري في ظهوره الأول بعد الانتصار الأول قال أنا كنت راضي على لاعبيني في الشوط الثاني ولكن الشوط الأول لم أكن راضي عليهم، تابعنا معهم تدريباتهم وكانت هذه اللقاءات نتابع. طبعا أنا تواجهت في جمال الماضي، أنا أسمي دحيل الدريم تيم، يعني فريق من أفضل الفرق اللي قاعد يقدم مباريات، ولكن كرة القدم دائما الطموح موجود عندنا إحنا في المربع، وحين إحنا على مشارف المربع ما نقول إحنا داخل المربع، ولكن أنا في 4 فرق تنافس على المربع، الغرافة والأهلي دخل مؤخرا والسرية، ونحترم طب كل الفرق ولكن طموحنا دائما يكون هو إن شاء الله دخول المربع. كرة القدم كل شيء يعني متوقع فيها، ندخل المباراة إن شاء الله على الحصول على 3 نقاط يعني، وليش لا انه ما يكون شر الكلام انه ناخذ 3 نقاط من دحيل او غير دحيل؟ والله اكيد انت تلعب المتصدر يعني كل مباراه عنده يريد اخذ 3 نقاط، لكن في المقابل هذه كره قدم ونادي ام صلال قادر ان يفوز في هذه المباراه ويقدم نتيجه ايجابيه، وان شاء الله نحن نعمل الليل يوجه لنا المدرب وان شاء الله تكون نتيجه صالحه ام صلال.
واقعية لدى إدارة مصلال ولاعبي أم مصلال بأن فريق الاتحاد فريق قوي، ولكن الفوز ليس مستحيلا أمامهم. عموما المشاهدين الكرام، يوم الجمعة راح تكون مباراة الغرافة والخريطيات والأهلي مع قطر، نتابع هذا التقرير. تتواصل منافسات الجولة 17 الجمعة بثلاث مباريات حاسمة، فبعيدا عن مواجهة الريان والسيلية يجد الغرافة نفسه وجها لوجه مع الإخريطيات صاحب المعنويات الأكبر والآمال الأكثر. الغرافة الذي مني بهزيمة قاسية من تحيل الجولة الماضية بخمسة أهداف لهدف توقف رصيده عند 20 نقطة في المركز السادس، ويبحث بكل قوة عن عودة إلى أجواء الانتصارات وحصد النقاط ومقارعة الكبار أيا كانت الحسابات. والإخريطيات الذي قدم لقطة الجولة الماضية بريمونتادا النصر الأهم في موسمه عندما انتفض ديبا وقلب موازين التعادل مع المرخية بهدفين لكل منهما إلى فوز ثمين بثلاثة أهداف لاثنين، ومنح فريقه قبلة الحياة وزفرة البقاء في أصعب سباق. فقد رفع الإخريطيات رصيده إلى 13 نقطة متنقلا إلى المركز العاشر قبل العربي الذي تقهقر إلى المركز الحادي عشر. الغرافة والإخريطيات مواجهة تجدد الأمل. وجديد الحسابات الأهلي وقطر، مواجهة أخرى بين منتشيين منتعشين. الأهلي بدفء نقاط الفوز العريض على العربي بأربعة أهداف نظيفة والتي رفع بها رصيده النقطي إلى 19 نقطة، مكنت قدمه من الوقوف راسخا على أرض منطقة الأمان الصلبة في المركز السابع بفارق أربع نقاط كاملة عن ملاحقه قطر الذي انتفض بقفزة هي الأهم في مشواره هذا الموسم إلى المركز الثامن بعد فوز مثير على السيلية بهدفين نظيفين. الأهلي وقطر، حوار كروي ساخن بين طامعين في النقاط، طامحين لمزيد الوثبات. إذن نتحدث عن الغرافة والإخريطيات في أولى المباراة التي ستكون في يوم الجمعة. نتكلم أن فريق الغرافة في المرتبة السادسة قادم من خسارة ثقيلة من فريق مهد الإدحيل، وخسارة أيضا آسيوية أمام الجزيرة الإماراتي، نتكلم أن عنده 20 نقطة. الإخريطيات فاز على المرخية 3-2 في المركز العاشر 13 نقطة، ولكن القسم الأول كان 4-1 لفريق الإخريطيات. الغرافة يعني ما أدري، يعني فعلا يحير، يعني فريق يحير في مباريات يقدمها بمستوى، مباريات يعني في هبوط كثير في المستوى، هو حاد يعني ما في استقرار. حتى احنا دائما نقول لك ما في فريق يلعب بنفس المستوى بنفس الأداء، لكن يكون في تذبذب بسيط مش تذبذب كبير. فهو شوف مباريات يقدم فيها أداء رائع والأسماء الشابة اللي عنده ويقدم أفضل مستويات، ويجي في مباريات يعني تحصل أن الفريق مفكك وكأن الفريق لا يرغب في الفوز أو لا يرغب في تحقيق النتائج. كابتن، المباراة اللي طافت لو شفنا واقع التشكيلة اللي حطها المدرب شنايدر وتارمي في دكة البدلاء، على أساس يريحهم في الآسيوية؟ طيب هم أساسا متى لعبوا علشان يتعبون عشان يريحهم؟ يعني كان هذه علامة استفهام كبيرة بالنسبة للتشكيل الماضية. نحن نشوف أغلب الفرق، يعني دائما الفرق اللي عندك، كل الفرق اللي تلعب نفس الشيء، تلعب على جبهتين. وأيضا دائما نحن نقول لاعب إذا يتمرن صح ويرتاح صح وبرنامج التدريبي صحيح وفترة الاستشفاء وفترة الراحة، الأمور هذه ماشية بشكل صحيح، يعني اللاعب يقدر يلعب لك، يعني مش أنت في كل أسبوع تلعب مبارتين، يعني في بعض الأسابيع تلعب مباراة ومباراة. لكن نشوف إحنا في الدوريات الثانية أيضا لا يقلون اللاعبين عن مثل هالمباريات، يعني كل أسبوعين يلعب مباراة، وكل فترة يمكن في الشهر أو في شهر شيء يمكن يريح، يعني في نص شوط يطلع هاللي يريح فيه. لكن أريح لاعب مباراة كاملة، ومثل ما قلت أنت يعني ما شارك في مباريات كثيرة، ما كان في ضغط كبير بالنسبة للمباريات، وإحنا تونا جاي من شهر واحد كان في توقف طويل بالنسبة وفترة راحة طويلة، يعني ما يمدي اللاعب إنه تقول والله أرهاق وتعب. نعم. إحنا في شهر واحد وقفنا تقريبا في كأس الخليج، وقفنا
فترة طويلة يعني، كانت فترة استشفاء كبيرة بالنسبة للاعبين، فأعتقد لم يكن موفق بالنسبة في هذه المباراة بشكل كبير. حتى أنا لو ما ألعب بأسلحتي، ما ألعب بلاعبين الأساسيين، خلاص ألعب أنا بطريقة دفاعية، ما أخلي الفريق يعني ينهزم بالشكل الكبير أو يعني يتلقى هالكمية الكبيرة من الأهداف، وخاصة أنت بعد كنت تنافس على دخولك المربع، أنت الآن أنت موجود في البطولة الآسيوية لأن أنت الموسم الماضي يعني حليت في المركز الخامس، ومع يعني ذهاب الجيش دخلت أنت في البطولة هذه، فيجب أن يكون عندك طموح أن الموسم القادم أيضا أنك تكون من ضمن هذه الفرق. يعني إذا أنت ابتعدت وما حققت نتائج إيجابية وكنت بعيد عن المركز الرابع أو الثالث، فما عندك فرصة، ما لك أمل أو فرصة ثانية أنك تكون أو تتواجد في مثل هذه البطولة، فيجب أن تلعب على الجبهتين، يعني ما أركز على جبهة واحدة، لازم أقاتل على الجبهتين. طيب الخريطيات خطأ خطوة، نعم 3-2 يعني مش الفارق أو التسيد للمباراة بصورة كبيرة، ولكن خطوة إيجابية مع المدرب الجديد اللي ثاني مباراة له. نعم طبعا أربع مبارتين أربع نقاط، هاي نتيجة إيجابية جدا بالنسبة للسباعية. أيضا احنا دائما نتكلم عن الخريطيات انه ما يلعب الا تحت الضغط يعني ينتظر لين الثواني الاخيره وبعد ذلك يبدا يطلع كل ما عنده، فاعتقد او نشوف يمكن الخريطيات بدا يحس بالخطر، هو بدا يحس بالخطر، والكابتن ياسر السباعي وضع بصمه والله في المباراه. انت دائما هما الاثنين يعني انت دائما متى تبدا، حتى لو جاء المدرب ونفس اللعيبه على نفس الروح ونفس ما في احساس بالمسؤوليه، ما راح تقدر يعني ما تقدر يعني تحقق نتائج ايجابيه. يعني هو طبعا الكابتن اكيد صح فيهم الروح، صح فيهم رغبه الفوز، حسسهم بخطوره الموقف اللي هم فيه، فلذلك شاهدنا يعني متاخر بهدفين ويقاتلون حتى استطاعوا ان يظهروا بهذه النتيجه. كابتن الظهور ظهور انور ديبه يظهر الاخريطيات، يعني انور ديبه هو الفريق على طول دائما نقول على طول لما يعني انور ديبه يكون في يومه الاخريطيات يحقق نتائج ايجابيه ويكون ايضا ظهوره ايجابي، لكن عندما يختفي انور ديبه يختفي. فاعتقد الكابتن السباعي استطاع ان يظهر افضل ما عند ديبه في هذه المباراه، ويمكن تكون ايضا الصحوه اللي نشاهدها مع كل موسم في الفترات الاخيره يصحى الخريطيات، فنتمنى ان تكون هذه هي الصحوه بدايه الصحوه. نعم ان شاء الله تكون هي. نعم عموما مشاهدينا الكرام ايضا تواجدنا في تدريبات فريق نادي الخريطيات وكانت هذه اللقاءات نتابع. اولا الاستعدادات جيده صراحه بعد الحصول على الثلاث نقاط الاخيره من مباراه المرخيه، في جو أشعر أنه بيكون لديه نتيجة إيجابية في مباراة الغرافة. الحمد لله أن احنا تعدينا مرحلة الخطر، مش تعدينا يعني خرجنا من ضغط قليل بعد المباراة الأخيرة، وإن شاء الله نحقق نتيجة إيجابية يعني تحقيق نتائج أفضل وصعود بالفريق إلى أفضل المراكز إن شاء الله. نفس ما شفت يعني الحمد لله طلعنا بالمباراة الأخيرة بفوز، يعني كنا محتاجين ضروري يعني جدا محتاجين هالفوز، يعني فريق اللي كان تحتنا بعدنا عنه الحمد لله، وللحين انت مو في المنطقه الامنه يعني مش في السيفتي، يعني للحين يعني اي خساره اي تعثر يعني يرجعك للوضع اللي كنت فيه قبل. فمباراه مهمه لنا طبعا جدا مهمه، وفريق الغرف فريق كبير يعني انت ما تشوف يعني تدعم بلاعيبه يعني شنايدر وغيره، يعني من هاي في اهتمام صار فيه الفريق، واحنا ما نشوف الا فريقنا ان شاء الله، نركز على المباراه بالاخطاء اللي سويناها نصححها يعني في التمارين، ونزيد من الاشياء اللي قاعده تفيدنا في المباريات. إذن المباراة التي تليها الأهلي مع قطر، طبعا فريق النادي الأهلي قادم من انتصار عريض على فريق النادي العربي بأربعة أهداف دون رد، فريق النادي الأهلي في المركز السابع 19 نقطة، فريق نادي قطر هو الآخر فاز على السيلية بهدفين دون رد، انتصار لفريق نادي قطر معنوي ومفيد جدا بالنسبة له، وضعه في المركز الثامن و15 نقطة، ولكن القسم الأول كان 3-0 للأهلي. بكل تأكيد يعني شو ممكن القسم الأول نادي قطر ما كان في استقرار فني، خاصة في السبع أو ثمان مباريات الأولى كانت سلسلة من الهزائم، النتائج السلبية كانت متواجدة بعد ما تغير الجهاز
الفني كابتن عبد الله مبارك استلم، كان في تحسن في الأداء، تحسن في النتائج، نشاهد أيضا من المركز الثاني عشر الآن هو في المركز الثامن، فهذه إيجابية إيجابية كبيرة. أتمنى أن نستغل نادي قطر الروح المعنوية والإيجابية والنتائج الإيجابية ويستمر على ذلك، حتى على الأقل أن لا يخسر هذه المباريات خاصة مع المنافسين. كابتن قطر عبد الله مبارك راح يذهب بعيدا بما شاهدته خلال تولي كابتن عبد الله مبارك زمام الأمور؟ هو شوف أنا من البداية قلت لو عبد الله مبارك كان متواجد ما كان قطر في المركز أو في الموقع هذا في المركز الثاني عشر، يعني ما قلنا ما نقول إنه راح ينافس راح يدخل المربع، لكن كان على الأقل ما كان النادي في يعني في الموقع هذا وما كان تحت الضغط بالشكل هذا الكبير. فنشاهد الآن بعد عدة مباريات من استلم عبد الله مبارك الآن هو في المركز الثامن، ابتعد عن المركز الثاني عشر، حقق نتائج إيجابية، استطاع أن يفوز في أربع مباريات، تعادل، لم ينهزم إلا أمام السد والدحيل، هم الفريقين. هزيمة منطقية كانت. أي نعم منطقية جدا يعني، وقدم أداء يعني، لكن الهزيمتين هذه احنا نقول لك ما يعني ان الفرق الكبيره لا تستطيع ان تقف امام الدحيل، فما بالك في نادي قطر. لكن المباراه الثانيه الاخرى لم ينهزم فيها، فهذه نتيجه ايجابيه وايضا عمل ايجابي بالنسبه للفريق، حتى الروح المعنويه عند الفريق عند اللاعبين، الثقه بالنفس ترجع بالنسبه للاعبين. الاهلي ايضا نفس الشيء، اعتقد الاهلي حقق نتائج ايجابيه وكان في تذبذب في المستوى الان بعد النتيجة الكبيرة اللي سجلها أيضا على العربي في المركز السابع، يعني اطمأن لأن في المنطقة الدافئة يلعب أريحية أكثر، خاصة دائما إذا ما كنت مهدد بالهبوط، مهدد أنك في وبعيد عن منطقة الخطر، بينك وبين المنافسين لك فارق، فتلعب بأريحية يعني تكون نوعا ما مرتاح وأنت في هذه المباراة تستطيع أن تقدم. يعني الجانب الفني لا يطغى على البحث عن النتائج، ولكن في احيانا كثيره تشوف الفرق اللي تحت الضغط تبحث عن النتائج ولا تبحث عن الاداء. فالاهلي الان في اريحيه 19 نقطه بعيد، يعني يمكن 8 او 12 و 13 نقطه المنافسين اللي كانوا معاه بعاد عنه شوي، فهو يلعب باريحيه، المفروض انه يقدم مستوى، يبحث عن مستوى عن الاداء الجيد الان الاهلي. قطر يعني ما زال يمكن نوعا ما قريب 15 نقطة بينه وبين منافسينا تقريبا 3 نقاط العربي، نقطتين الخريطيات ونقطة الخور، فما زال أيضا يجب أن لا يخسر المباراة، يعني احنا نقول يجب أن يفوز حتى يبتعد كثيرا، لكن الأهم أن لا يخسر أمام خاصة المنافسين المباشرين. نعم عموما مشاهدينا الكرام تبقت لنا مباراتين في اليوم الأخير، مباراة المرخية والخور والسد والعربي، نتابع هذا التقرير. الجولة 17 من دوري نجوم قطر تسدل ستائرها بمواجهتين هامتين قمة وقاعة، المرخية في مواجهة الخور في صراع النقطة الرهيب بحثا عن خيط نور وسط ظلمات السقوط إلى المظاليم، المرخية الجريح بجرح عميق إثر لدغة ديب الخريطيات التي أجهزت على حلم نقطة التعادل، فخرج الفريق من المباراة خاوي الوفاض وسلم نقاطها كاملة إلى الخريطيات في آخر اللحظات، فبقى في المركز الأخير بنفس رصيد 8 نقاط، والخور جريح أم صلال بهدف لهدفين وصاحب المركز التاسع 14 نقطة، يبحث هو الآخر عن نقاط الوثبة الأكبر صوب مناطق الأمان في الأمتار الأخطر من عمر المسابقة. المرخية والخور سباق البحث عن النقطة ومحاولة تعديل السطور، لقطة الختام بين أحلام وأوهام، السد المنتشي بفوز مثير على الريان بهدفين نظيفين رافعا رصيده إلى 40 نقطة ومحافظا على حقه المشروع في مواصلة ملاحقة دحيل القمة بفارق نقطتين فقط، ينقب عن نقاط مباراته مع العربي الذي تراجع إلى المركز قبل الأخير برصيد متجمد عند 12 نقطة إثر هزيمة مرة من الأهلي 4 أهداف نظيفة. ورغم كل التحذيرات والنداءات والصرخات إلا أن العربي لا يزال يصر على البقاء في قلب منطقة الخطر، يخطو الجميع صوب الهروب والعربي يقرب نفسه بنفسه من حافة بئر الظلمات.
إذن أولى المباريات التي سنتحدث عنها في اليوم الأخير هي مباراة المرخية مع فريق نادي الخور. فريق نادي الخور قادم من خسارة أمام مصلال بهدفين مقابل هدف، هو في المركز التاسع والإخريطيات والإخريطيات طبعا تغلب على المرخية. المرخية في المركز الأخير خسر 3-2 ثمان نقاط، وأقال المدرب يوسف آدم. مباراة يعني أعتقد لن تكون سهلة، الفريقين أيضا خاصة الحين المرخية والخور أصبحوا قراب من بعض مش بعاد كثير. الخور لم يستغل النقص العديدة وحالة الطرد اللي كانت موجودة في المباراة السابقة، رغم خلنا نقول رغم تقدمه بهدف في بداية المباراة وبداية الشوط، لكن لم يستطع المحافظة على حتى على النقطة الوحيدة، يعني بعد التعادل أيضا لم يستطع أن يحافظ على النقطة الوحيدة اللي كانت معالن دقيقة 88 استقبلت شباكة هدف. الخور يعني حال مثل ما نقول مثل الإخريطيات، أنور ديبا هناك ماديسون، ساقبو نقول هنا أيضا ماديسون، فهم عناصر معينة يعني ما في يعني أكثر من عنصر ممكن يعتمد عليه من خاصة اللاعبين الأجانب. أما اللاعبين المواطنين فهلال أعتقد قائم بدور كبير، إحنا شاهدنا من الموسم الماضي مع أم صلال كان مميز، وأيضا نشوفها أيضا مع الخور، جاء إلى الخور وأيضا لاعب مميز يعني في فارق، يعني يعمل الفارق مع هو بالإضافة إلى ماديسون في نادي الخور، لكن الخور أعتقد أيضا يحتاج إلى هذه النقاط. نعم. حتى يبتعد ويرتاح نوعا ما، وخاصة أن المرخية في تغيير في الجهاز الفني. شوف كابتن، لو شفنا ترتيب المرخية هو وضع المرخية، المرخية عند انتصار واحد، والانتصار واحد كان على الخور، فهل راح يتكرر هالكلام؟ خاصة نحن نتكلم عن تواجد الكابتن عادل السليمي كمدير فني للفريق، طبعا نشاهد في هذه الصور رئيس النادي متواجد يحفز اللاعبين بعد الوضع اللي صاير لهم، هم في المركز الأخير بفارق مش بسيط طبعا عن العربي. شوف يعني انت احنا ما نقول المستحيلة، نتكلم اربع نقاط ممكن، اي نعم ليست مستحيلة، فانت بامكانك يعني تطلب نتيجة إيجابية في ظروف معينة. احنا قلنا كل مباراة فيها ظروف، يعني نشوف مثلا ظروف اللي جات في مباراة قطر والسلية، طرد مجدي صديق استغل قطر للطرد هذا والنقص العددي، استطاع أن ينتزع النقاط، نقاط فريق السلية ليس بفريق السهل، وأيضا نذكر احنا نتيجة القسم الأول النتيجة الكبيرة اللي سجلها على قطر، لكن في المقابل ظروف معينة تستغلها. الخور لم يستغل الظروف اللي كان موجودة في مصلال، النقص العددي لم تستغل، ففي أحيانا بعض المواقف تصير بعض الظروف تصير يجب أن تستغل، في أخطاء دفاعية أخطاء تكتيكية أيضا يجب أن تستغل. فبالنسبة للخور أعتقد فريقهم ليس بالفريق السيء، لكن أيضا يحتاج إلى أكثر من عنصر يكون يعني يقدر يشيل الفريق، يقدر يدعم الفريق، لكن مثل ما ذكرنا أنا ماديسون هو المميز من ناحية بالنسبة للاعبين الأجانب، وأهلال بالنسبة للاعبين المواطنين، لكن الأسماء الثانية يعني إحنا نشوف اللي هي مكملة، هي فعلا في ترابط بينهم، في خاصة من الموسم الماضي بدأ يلعب كرة الخور أفضل من المواسم الماضية في بناء اللعب، في يعني يمشي كرة يحافظ على الكرة يستحوذ على الكرة أفضل من الموسم، لكن ما زال يحتاج إلى النتيجة الإيجابية أنه يحقق الفوز ويحافظ على شباكة نظيفة، خاصة أنت لما تستحوذ على الكرة يجب أن تفتح اللعب، لما تفتح اللعب من سلبيات أنك فتح اللعب أنه يكون في ثغرات، إذا لم ما عندك اللاعبين اللي يستطيعون أن يحافظوا على الكرة واستحواذ الكرة بشكل أمثل وما يفقد الكرة بسهولة، وفي المقابل أيضا عندما يفقد الكرة يجب أن يعني يتحول من الهجوم إلى الدفاع وينظم صفوفه الدفاعية أو أنه يضغط على الكرة، يعني في تكتيكات معينة يجب أن تكون موجودة في الفريق حتى يتجنب تلقي الأهداف، وأيضا عندما يتقدم، خاصة أنا ما عندي لاعب هداف أو أسجل وفرة، يعني إحنا قلنا دحيل تستقبل لكن يسجل، يجي على اثنين يجيب خمسة، يجيبون على ثلاثة يجيب ستة، ما عنده مشكلة، لكن أنت ما عندك صعوبة في تسجيل الأهداف، فيجب أن لا تتقبل الأهداف بسهولة. أكيد. فهذا اللي مفروض يعمل عليه الخور. نعم. عموما مشاهدين الكرام أيضا لدينا لقاءات فريق نادي المرخية نتابع.
طبعاً المباريات الجاية كلها مباريات يعني تعتبر مباراة كأس، يعني ما في وقت معنا، ونأمل في تعويض المباريات السابقة اللي خسرناها يعني، وما في وقت أصلاً، فكل مباراة ندخلها يعني ضروري نكون مستعدين وجاهزين من جميع النواحي، ونسأل الله التوفيق والنجاح في المباراة القادمة إن شاء الله. خلاص ما عندنا نقاط نخسرها، خلاص نلعب كل مباراة كأنها نهائي، نحاول نأخذ قدر الإمكان النقاط اللي نقدر نأخذها، نحاول ما نفرط في أي مباراة وإن شاء الله الجاي أحسن إن شاء الله. إحنا يعني ما كنا راضيين بالوضع اللي إحنا فيه الحين، ولكن نفس ما قلت سابقا إن إحنا كل مباراة نحاول ندخلها إن هي مباراة كؤوس. المباراة اللي فاتت إحنا الشوط الأول سجلنا هدفين، والشوط الثاني ما قدرنا نحافظ على النتيجة وصار اللي صار وخسر الفريق. الحين الوضع صار أصعب بالنسبة لنا، لكن استعداداتنا إن شاء الله نفس كل مباراة، نستعد إن شاء الله مباراة الخور بتكون مباراة قوية، ونتمنى إن شاء الله أن الله يوفقنا ونأخذ 3 نقاط. إذن المباراة الأخيرة مشاهدينا الكرام هي من المفترض أن تكون هي مباراة الديربي، ديربي قطر وديربي الكرة القطرية، ولكن الديربي أصبح وضعه صعب جدا بما أن العربي وضعه صعب جدا، فما يندر شلون راح تكون الأحوال. طبعا فريق نادي السد منتشي بانتصارين، انتصار خارجي وانتصار محلي، انتصار محلي على الغريم القريب جدا والمنافس له في المربع الذهبي فريق نادي الريان بهدفين للا شيء، والفوز الخارجي على الوصل الإماراتي بنتيجة مميزة جدا. إذن نشوة نفسية ومعنوية كبيرة بالنسبة لفريق نادي السد، يواجه العربي الخاسر بنتيجة ثقيلة ب4 أهداف دون رد أمام فريق النادي الأهلي العربي الغرقان، غرقان 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 يعني صار المركز 11 للأسف. يعني احنا نقول العربي دائما كل سنة نقول يعني ما مش مطالب انه يحقق بطولة ويحقق يعني الدوري او الكاس في موسم واحد، لكن نتمنى انه يكون في تصاعد، يعني الموسم الماضي الموسم اللي بعده يكون في الوسط وهكذا، يعني فهو لا يقل عن الأندية الثانية اللي موجودة في الوسط واللي قاعدة تنافس على المربع، لكن ما نعتقد يعني في أشياء كثيرة، أمور كثيرة تدور وفي مشاكل كثيرة نسمع عنها، والسنة الماضية يعني خير دليل كان، ودائما العربي في الواجهة بالنسبة للواجهة الإعلامية، لكن أتمنى أن أيضا أن العربي يعود إلى سابق عهده، ما نقول سابق عهده خلي يرجع النص على الأقل الناس ترتاح شوي اللي في العربي. السد طبعا بالاسماء بالفريق اللي عنده، احنا السد كان في تذبذب في المستوى، كان في هبوط خاصه مع غياب بغداد بني نجاح، شوف السد يعاني شويه خاصه من الناحيه التهديفيه، لكن ولله الحمد العوده في عوده بغداد شاهدنا امام الريان نزوله، سجل هدف ايضا المباراه في الوصل، استطاع أن يخلص المباراة وسجل هدفين ثمينين وغاليين بالنسبة للسد وبالنسبة لنا كلنا، فنتمنى أن بغداد يعني يعود إلى لياقته الكاملة ويكون متواجد مع نادي السد. السد عاد إلى الوصافة من جديد بعد أن فقدها لصالح الريان، لكن شاهدنا فوزه على الريان وفوزه في المباراة أيضا السابق في دوري الأبطال أعتقد أعطى الثقة للسد ولاعبي السد بشكل كبير في المنافسة، وأيضا يعني كلنا عارفين أن في راح لقاء يكون بين الأخوية أو عفوا الدحيل والسد في الجولات القادمة، فهنا راح يكون الفيصل، لأن هناك نقطتين فقط اللي الآن تفصل فريق الدحيل عن السد، وأيضا مباريات لما نشوف المباريات المتبقية بالنسبة للدحيل وبالنسبة للسد مع الخور مع الأخريطيات، يعني مباريات ممكن ما تكون يعني فيها منافسة كبيرة، يعني طلع من الريان وطلعوا من الغرافة والفرق الكبيرة هذه، فبقت لهم بعض المباريات، لكن أيضا السد دائما يتعثر أمام الفرق الصغيرة، أيوة لن تكون سهلة لأن هذه أيضا تعاني، يعني تريد أن تبتعد عن منطقة الهبوط وتريد أن تضمن البقاء في دور النجوم، فلن تكون مباريات سهلة، يعني تكون مباراة صحيح
لكن أهم 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 مباراة هي التي تجمع بين فريق دحيل وفريق السد، هنا راح يكون الفيصل. نعم. إذن مشاهدين الكرام أيضا تواجدنا في تدريبات فريق نادي السد، فماذا قالوا؟ نتابع. السد العربي من المباريات اللي لها طعم ثاني في الدوري، تقدر تقول مباراة جماهيرية، ونفس ما قلت لك الفريق راجع من فوز على الريان، وهالشيء طبعا دافع للفريق انه ياخذ 3 نقاط. So against Arabi always is difficult game because it's derby in Qatar like that, so it to be difficult game like always, but like always our team also ready for the Arabi, just have to play focus 100% concentration like always, like how we did the last games, to take the 3 points is the more important for us. خلصنا كابتن، الحين نجي للتوقعات، توقعاتك للدحيل وأم صلار. والله أنا دائما أتوقع، لكن حفز دائما الفرق اللي أتوقع لهم أو أتوقع أن أم صالحهم يتحفزون أشوفهم ما شاء الله، فأقول دحيل وأم صلار. طبعا دحيل فنيا وعلى الورق دحيل هو الأفضلية له طبعا. طيب العناصر الموجودة. نعم. الريان السيلية، الريان ايضا، الريان بالنسبه لهم من الناحيه الهجوميه ايضا عدم الاستقرار السيليه، فاروح مع الريان. غرافه الخريطيات، اذا ما استمر الخريطيات في نفس الروح المعنويه اللي لعب فيها فاتوقع الخريطيات. الاهلي قطر، طبعا في تكافؤ اعتقد بين الفريقين، ايضا قطر يسعى الى تعويض امام الخساره في القسم الاول امام الاهلي، ف أروح للتعادل بين قطر والأهلي. المرخية الخور، الخور. السد العربي، السد بلا شك، السد بلا شك. وإحنا نشكرك أيضا بلا شك، الله يجزاك، يعطيك الصحة والعافية كابتن، إن شاء الله نشوفك الأسبوع الجاي بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام لا تذهبوا بعيدا، بعد الفاصل نتحدث عن فرقنا المشاركة في دوري أبطال آسيا ومدى تأثير المشاركة الآسيوية على صدارة دوري نجوم كيومبي ومستوى المنافسة في القمة، مع ضيوف الكرام الكابتن عبد القادر المغيصيب والناقد الإعلامي مرشد الشاعر، فانتظرونا. تابع برنامج قبل الجولة، قبل الجولة، قبل الجولة على قنوات الكاس. أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد، عدنا لكم في القسم الثاني من حلقة قبل الجولة والحديث عن فرقنا المشاركة آسيويا ومدى تأثير مشاركتهم الآسيوية على صدارة الدوري والمنافسة في صدارة الدوري. طبعا نرحب ضيوفي الكابتن عبد القادر المغيصيب، يا مرحبا وسهلا فيك. مرحبا أخي خالد، الله يحييك. والكابتن والإعلامي والناقد الإعلامي مرشد الشاعر، يا مرحبا وسهلا. مرحبتين أخي خالد، وأشكرك على استضافة الجميلة. الله يحييك.
إذن الحديث هو الفرق المشاركة آسيوين، نقول لهم مبروك طبعا، نقول للدحيل مبروك، نقول للسد مبروك، ونقول للغرافة حظ أوفر، والريان إن شاء الله يجيبون 3 نقاط بدل النقطة واحدة. إيش رأيك في مستواهم الآسيوي؟ بداية طيبة حقيقة في المرحلة الأولى، وأعتقد أن 3 فريقين يحصدون نتيجة إيجابية اللي هو نادي الحيل والسد، والسد خاصة في خارج أرضه لم يوفق حقيقة في التعامل مع اللحظات الأخيرة وظروف المتغيرات اللي حدثت نادي الريان، لكن عطفا على ما شاهدناه من فريق الهلال والعين في مباراة أمس، أعتقد أن فرصة الريان موجودة في ظل العناصر، لكن تحتاج شوية ترتيب وتنظيم لعملية الارتقاء، وخاصة يعني التعامل من قبل المدرب في المباريات خاصة اللي في على أرضنا. نعم، بالنسبة للريان والغرافة ما في ذاك الخطر الكبير قدمه. نعم كانت النتائج غائبة، ممكن نقول الريان عنده نقطة واحدة، ولكن كان بالإمكان أفضل مما كان. فريق الغرافة أيضا قدم مستوى جيد، ولكن أيضا كان بالإمكان أفضل مما كان. أخي خالد، الغرافة المباراة الماضية قدم أفضل من مبارياته في دورينا، قدم عرض شيق، لكن للأسف حارس مرمى نادي الغرافة قاسم برهان تسبب في الأهداف. كثير ما تكلمنا عن قاسم برهان، خلاص انتهى، لم يعد يصبح الحارس الأساسي. في عند الغرافة حارس شاب اسمه يوسف، على ما أعتقد اسمه حسن، يوسف حسن، بالعكس مميز ويقدم مباراة جدا مثالية. فالغرافة أنا تابعت المباراة بصراحة بكل حسرة، يعني قاسم برهان ضاع مجهود فريق كامل بصراحة، أخطاء مش حارس مبتدئ يعني يخطئها، الأخطاء اللي يخطأ فيها قاسم برهان. للأسف كان الغرافة كان يطلع عقلها بالتعادل لولا الأخطاء قاسم برهان. الريان قدم شو ثاني مميز، لكن يمكن طرد تباتا أثر على سير المباراة. هو اليوم هذا ما كان يوم تباتا، يعني تسبب في جول في مرماه، وفي المقابل أيضا حصل على كرت بالرغم من الهدف اللي جاء. مجموعة الريان أشوفها مجموعة شوية يبي لها مجهود أكبر، لأن عندك العين متصدر الدوري والهلال متصدر الدوري، فلا درب يبي له يشتغل أكثر على فريقه، التنظيم يكون أفضل، يهيئ اللاعبين نفسيا ومعنويا قبل بدء المباراة، لأن لاحظنا في شرود ذهني في آخر المباراة كان الفريق الإيراني قاب قوسين أو أدنى لحصد النقاط 3 في آخر دقائق المباراة، لكن قدر الله. نعم. ما شاء فعل. إن شاء الله نتمنى من فرقتنا نقدم الجولة الثانية مباراة أفضل، والغرافة يعوض المباراة الجاية مع تراكتور الإيراني. نعم. تراكتور الإيراني في الدوري الإيراني تقريبا ترتيب 11 والغرافة السادس، فإن شاء الله نتمنى أن الغرافة يقدم مباراة جيدة إن شاء الله. طيب أبو عبد الرحمن، قبل أن ننتقل للسؤال القادم، سؤالي أنه في أصوات جماهير كثيرة تطالب بأن لاودروب ليس الرجل المثالي لقيادة دفة الريان. طبعا دائما الناس تنظر للنتيجة قياسا يعني بما نتج من يعني تميز عند المدرب السابق الفوساتي نادي الريان في فترة معينة، وتغيرت الأمور حقيقة، فلذلك المدرب صار هو اللي نظرة أو كبش الفداع لما يقولون في عملية أن الفريق ما ينافس، أو بالعكس أنا شايف الريان العام من السلم لدروب يلعب كرة حديثة حقيقة ومنظم، لكن يأخذ عليه في عملية التعامل مع خاصة في المواقف، لكن جينا على مباراة في السد الأخيرة يعني انهاء فرص، يمكن السبب ان الجمهور على سبيل المثال انهاء الفرص. لو جينا مباراته مع 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 دحيل اعتقد كانت من اروع المباريات، حتى مباراته مع السد قدم اداء فيها، لكن النتائج يعني الوضع ممكن يؤخذ على لادروب انه هو لم يبث الثقه الكامله في عبد الرحمن عناد، في عبد الرحمن الكربي، في بعض المواطنين، بحيث انهم يكونون سند. لو شفنا يعني قوة الدحيل أو قوة السد، فإن اللعيب الشباب الموجودين الداعمين عندهم الثقة ويلعبون ويعبرون التعبير الصحيح، عكس عبد الرحمن كان بدايته أو منذ موسمين يعطي عبد الرحمن الكربي أو عبد الرحمن عناد كان لهم في المنظومة دور أكبر. أعتقد هذا اللي يأخذ على لادروب، لكن في التنظيم، في التعامل مع مباريات، في التسخير، أعتقد أنه ممكن قد يكون موفق أنه هو وجود متولي
في ظل وجود تباتا وفي ظل وجود عبد الرزاق وسيبستيان، اعتقد كان بامكان الاستعانه بلاعب محور او بلاعب قلب دفاع، كان بالامكان يعطي قوه اكثر، لان المنظومه يعني التنظيم الدفاعي نوعا ما خاصه في المباراه الكبيره تجد، والدليل على ذلك الجول اللي دقته في الدقيقه الاخيره من كره عاليه، واعتقد لو كان في اكثر من لاعب يتعامل بالشكل المناسب او انه استفاد من كاسولا في خاصه في اخر 20 دقيقه او ما بين الشوطين او في وسط الملعب، كان ذو خبره وكان بامكانه في هذه الكور العاليه يساعد، هذا يؤخذ عليه، لكن كعمل اعتقد ان فريق ريال الان يقدم كوره اجمل من ما قبل او اثناء تولي يعني اثناء حصول على الدوري، اعتقد الكره نعم. الان فيها في يعني فيها تعبير كامل للفريق. لكن أنت معاه وأنك تطالب أنه هو الرجل يستمر. أتمنى أمثال لادروب يكونوا موجودين في ملاعبنا، مدربين حقيقة متميزين. نعم. طيب مرشد، أنت قلت أن مثلاً التراكتور في المركز 11، الغراف في المركز 7، الترتيب المحلي له تأثير على المستوى الآسيوي؟ أكيد أكيد، الترتيب المحلي مباراته فوزه في مباراة الدوري أكيد يعطي دافع معنوي للبطولات الخارجية، مشاركات الخارجيه القاريه. القرافه نتمنى ان النتائج السلبيه في الدوري ما تاثر عليه خارجيا. السد ما شاء الله السد مقدم داخليا، مباريات مميزه اخر مباراه للسد مع الغرافه، قدم خارجيا مباراه مميزه مع الوصل. السد دائما اقول على فريق بطولات، فريق يعني عنده ثقافه الفوز، دائما الفريق اللي شرفنا خارجيا، فنتمنى الفريق الثاني يعني تاخذ الثقة هذه اللي فريق الزعيم السداوي ماخذها. دائما السد الفريق الوحيد اللي في مباريات الخارجية دائما يرجعنا بثلاث نقاط او اقلها نقطة واحدة. نبي الفرق الثانية تكون تحذو حذو السد يعني، نتمنى يعني، لان الدحيل المباراة الجاية بيكون خارج الديار، والريان بتكون مباراة الجاية خارج، نبيهم من هناك اقلها تعادل او الفوز، لما لا يعني. نعم. ابو عبد الرحمن، مدى تأثير تواجد الفرق في دوري أبطال آسيا على المستوى المنافسة في القمة؟ احنا نتكلم انه فارق القمة، يعني نشوف فريق نادي الدحيل 42، السد 40، الريان 35، يعني الفوارق مش كبيرة، وخاصة بين السد الحين والريان، والخاصة بين الريان والسد. مدى تأثير المشاركات الخارجية على مستواهم المحلي؟ اعتقد التحضير للموسم اخذ يعني خاصه في الانديه مثل الريان والسد والدحيل هذه النقطه، واعتقد خاصه في 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 فتره انتقالات وجدنا خاصه نادي السد دعم صفوفه للتعامل مع هذه المواقف، خاصه بعد يعني بعد كل ثلاث اربع ايام تلعب مباراه ما بين الاسيويه وما بين المحليه، فلا بد ان يكون في صف ثاني، واعتقد طبيعي في بناء الفريق للموسم انه يكون عندك 23 لاعب في كل مركز يكون لاعبين، فبالتالي تجد نفسك انت تتعامل مع المباريات بالشكل الامثل، واعتقد ان في بعض الفرق تاثرت نتيجه غياب عدم وجود البديل خاصه في القسم الاول، لو لاحظنا تاثير نادي السد في غياب نجاح يعني فتره يعني مش بسيطه اثرت على يعني فعاليه الهجوم بالاخص في بعض المباريات، لكن في كل الاحوال الان فرقنا اللي هو دحيل والسد اعتقد يتعاملون باحترافيه والوضع عندهم مستقر، والنقص ما له ذاك التاثير، لكن احنا ناتي مثلا نقول لا قدر الله واحد مثل مساقني او بن عربيه او بو نجاح من النوعيه، احنا شفنا امس بو نجاح في 20 دقيقه او 25 دقيقه كان له وجود، كان له وجود كما يعني ك ك كرقم تسعة يعني يكمل المنظومة الفنية للفريق خاصة عند الاستحواذ، فأعتقد أن النوعية هذه حتى لو قاب ما يوجد له بديل، لكن ما بد أن نكون كفاءات، لكن وجدنا حين في نادي السد لو قاب بنجاح وجود أكرم ووجود أيضا بديل من خلال وجود اللاعب فريدوني كلاعب بديل، ففي بدائل تغطي في المنظومة وما تأثر. طيب كابتن، أنت كمدرب وتنظر لها من ناحية ضغط المباريات، هل تأثر على اللاعبين كضغط مباريات؟ إحنا نشوف في أوروبا أن يلعبون كل يومين كل ثلاثة أيام مباراة، ما عندهم مشكلة في 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 هذا الشيء، ولكن أنتم كم يعني بنظرة مدرب كيف تشوف الضغط هذا؟ بالنسبة للاعبات خاصة بالأندية اللي باستمرار تلعب في الأسوية مثل السد و الدحيل والريان، المفروض الثقافة موجودة، هي ضغط تسبب قلق للمدربين، لأن احنا شفنا في تشكيلة المباراة اللي طافت للغرافة ريح
مجموعة من اللاعبين ريح شنايدر يختلف تختلف تارمي. الغرافة وضعه يختلف عن السد وعن الدحيل. الغرافة أنت عارف غرافة بعد عن المربع صار له فترة، العودة للليفل إلى المستوى الأول أعتقد يتطلب أنه يغلل الضغط على اللاعبين، خاصة أن أغلب اللاعبين من الشباب في فريقه. التجديد هذا يحتاج ثقة أكثر ويحتاج مساحة، الضغط في 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 ظل التجديد أعتقد أنه يعطي نتائج عكسية. الفريق من بداية الموسم نجد أن فريق الروح عند الغرافة تختلف السنة هذه، ودعم صفوفه بعناصر أعتقد أنها تواكب الطموح، لكن هي الوقت والتوفيق. المباراة اللي فاتت لم يوفق قاسم بربان، قاسم برهان في عملية الدفاع عن المرمى في أكثر من لعبة أثرت، لكن كمجموعة أدت الأداء اللي يواكب حقيقة تطلعاتنا كل محبين أو كل متابعين، لكن لم يوفق. وأعتقد أن الجولات القادمة راح يقدم عطاءات، لكن اللي تصرف بونت في المباراة هذه هو راح يلعب مع من؟ يعني يلعب مع أحد فرق الصدارة، فلا بد أنه هو يعني لو لعب بثقلة في هذه المباراة أعتقد أنه سيجد نفسه في وضع مقلق. إيه بس يعني بس تارمي وشنايدر ما مدهم يلعبون على أساس أنه يريحهم، وبعدين أنت خسرت خسارة ثقيلة، يعني أنت قاعد تقوي الفريق المنافس. أنت تنظر ما بعد، أنت تنظر لما بعد، لكن أنت لو نظرت اللي قبل هو لعب في التمهيدي في مباراة ثقيلة أيضا وقبلها، فأعتقد أنه حسبة أنا وجهة نظري منطقية، لأنه ما يبي يجازف مع فريق متصدر أقوى منه، خلينا واقعيين يعني. فبالتالي انه يركز على الاسويه، واعتقد انه عنده فرصه في 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 المنافسه على المربع من خلال المواجهات المباشره. اعتقد تصرف منطقي، لكن لما تجي على دحيل وتجي على السد الوضع يختلف، لانه هو ينافس على اللقب، فتحصل عمليه التوازن موجوده والتدوير في ظل يعني دون تاثير على فعاليه الفريق. نعم، النظر الى جدول المباريات وخاصه الحين مثل ما يتفضل الكابتن عبد القادر ان احنا نتكلم انه هذه الفرق لها حظ كبير، السد الريان الدحيل محليا في المنافسة على الدوري وخارجيا من الظهور الأول اللي شفناه لهم. هل أنت مع تأجيل مبارياتهم إذا المحلية ولا الجدول بالنسبة لهم ما راح يفرق؟ لا والله تمنيت أنا من اتحادنا القطري أن أجل المباريات صراحة، تمنيت أن أجل، أن عندنا اللاعب المواطن أو اللاعب المحلي مش ما عنده ثقافة اللاعب الأوروبي اللي يتحمل الضغط الضغوطات اللي عليه، فأربعة أيام بين مباراة ومباراة أحس أنها إجهاد على اللاعب، لأن اللاعب عندنا مش يعني مش مهيئ ذهنيا، مش مهيئ جسديا لتقبل أربع مباراتين في خلال أربعة أيام. أنا تمنيت من الاتحاد، توقعت أن الاتحاد راح يأجل المباريات، لكن طيب لمتى إحنا نقول لاعبنا مش مؤهل؟ إنزين إحنا نبي نوصل لمستوى أعلى في من ناحية إيه للفرق، نتكلم عن دوري محترفين، يبي لها وقت سنين، لازم تزرع ثقافة الاحتراف في اللاعب، يبي لها سنين يعني، ما هي من يوم ليلة نزرع الثقافة، يبي لها مجهود كبير يعني. لكن أنا أشوف أن اللاعب إذا لعب مباراة وبعدها بأربع أيام لعب مباراة أشوف الإجهاد واضح على اللاعبين. الريان وضح الإجهاد عليهم. الشوط الثاني شو اللي ينقصنا؟ شو اللي ينقصنا أبو عبد الرحمن على أساس أن احنا نوصل للثقافة؟ أعتقد أن الإجهاد فقط في نهاية أربعة وبداية خمسة نوعا ما قد يكون في إجهاد، حالة الطقس هي اللي تأثر، لكن الوضع حاليا اعتقد ان الوضع خاصه في الانديه الكبيره. نعم. الوضع مستقر وعمليه استشفاء تاخذ في كادر طبي على اعلى مستوى، فالعمليه تلقائي لا يوجد يعني. انت كمدرب مع انهم يلعبون مبارياتهم طبيعي وتعتبر المباريات المحليه اعداد لي او مباراه رسميه؟ ناتج العمل هذا تجده في المنتخبات، فالمنتخبات كل ثلاثة ايام انت تلعب في اي بطوله. نعم. أو كل فالعملية أعتقد أنها محدودة في عملية، والثقافة الآن عند لعبتنا وصلت إلى مستوى أنا وجهة نظري جيدة يعني إذا ما كانت أعلى. نعم. بالنسبة للفرق اللي تحت، يعني إذ مثل ما نتكلم أن عندنا منافسة شرسة في المقدمة على الصدارة بين السد والدحيل والريان يلاحقهم، إحنا نتكلم عن تحت أيضا صراع كبير جدا، يعني اليوم نشوف المرخية 8 نقاط، العربي 12، الخريطيات 13، الخور 14، قطر 15، حتى ممكن يكون الأهلي شوي صار 19 صار نوعا ما، بس المطلوب انه ما يخسر. فشلون تشوف انت الفرق من قطر ومن الثامن؟ خالد من السنين والمنطقه الدافه معدومه شبه معدومه، من كم سنه واحنا في الدوري نعاني من عدم وجود منطقه وسط مقدمه ومنطقه مؤخره، هذه احس انها ظاهره غير تاكل الطبقه الوسطى يعني. ايوه تاكل الطبقه الوسطى، احس انها ظاهره غير صحيه.
في فرق في المقدمة وفي فرق من المؤخرة. في ناس تستمتع في الإثارة أن في ناس تتنافس تحت وناس تتنافس فوق، بس أنا صراحة ضد هذا. أنا يعني كل الأفرقة يعني العام الماضي نفس الشيء، أول تلعب نفس الشيء، تحصل أول ثلاثة أربعة فرقة تنافس أو خمسة على المقدم على المربع الذهبي، والباقي كلهم ينافسوا عليش على الهبوط. هذه ظاهرة غير صحية. أنا كم سنة وأنا ألاحظ هالملاحظة، كل سنة نفس الشيء نلاحظ أن فرق النقاط بين الرابع لين الأخير ما في فرق كبير يعني. فكل سنة هذا الموضوع نفس الشيء يتكرر. في بعض الأفرقة متخصصة يعني في المنافسة على الهبوط، وفي آخر الرمق منهم الخرطيات الخور كل سنة تنافس على المؤخر. لكن السنة هذه العربي شكله العربي ما أدري أنا، هل العربي نزوله بيكون خير له؟ لأن جد العربي قاعد يعاني يمكن سنين. هل الناس تتمنى، جماهير عربية تتمنى نزول العربي يمكن يكون له خيرة يرجع بعد العربي أقوى؟ استفاقة يعني؟ استفاقة يمكن يرجع العربي أقوى. طيب هذا الوكرة نزل، الوكرة نزل ولين الحين قاعد يعاني تحت. لا الوكرة أوكي، بس العربي له تاريخ وله عراقة وله، يمكن نفس الريان يوم نزل رد أخذ الدوري يمكن يبي له عادة هيكلة مرة أخرى. بس الريان العربي الريان الريان وضع مختلف. الريان ما في ذيك الصراعات اللي قاعدين نشوفها في مقارنة في 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 العربي في البيت الداخلي للنادي العربي. هل مشكلة العربي من زمان نسمع صراعات من اللي خسران فيها؟ خسران فيها نادي العربي. العربي أكثر نادي نشوفه حضور إعلامي في الجرائد، إعلامي في الجرائد دائما العربوية، الإدارة العربية في الجرائد، لكن على أرض الواقع العمل مع على فريقهم صراحة ما نشوف. العربي مقصرين مع فريقهم، الوقت اللي قاعد يضيع في الإعلام سخروا للفريق. الفريق أولى، الفريق أولى. حرام العربي، حرام يكون في المؤخرة. واحد من العيال جاي يكلمني يقول لي أنا عرباوي، قلت له أنا عرباوي وتاريخنا، قلت له أنت من يوم ولدت أخذت البطولة؟ قال لي لا. قلت له يعني لم متى تتوقع؟ قال ما أعرف والله، الحين أنا في الثانوية. يقول ما أدري يمكن بخلص ثانوية بدخل الجامعة ما شفت ولا بطولة، لكن يموت في شيء اسمه النادي العربي. جد في يوم من الأيام عبد العزيز السليطي لعب النادي العربي كان مكانك وقال لعبت وخلصت ألعب ما أخذت بطولة. للأسف أنا والله جد مؤلم. أنا مش يعني أتمنى الخير، أتمنى الشر للعربي، بس كثير العرباوي يكلمون يقولوا لازم يهبط نادينا العربي للدرجة الثانية عشان يستفيق ثاني مرة ويعرف إن إحنا قاعدين نعيش في أزمة. نعم. عبد الرحمن مثل ما قال يمكن لو نزل العربي راح يستفيق، ولكن أيضا يمكن ثانية إنه لو هبط العربي يقول لك اللي طاح الجمل كثرت سكاكينه يعني ضاع. الله لا يقول العربي ينزل حقيقة. يعني احنا نزعل نادي اكيد هو زعل اكيد على الوكره، ونتمنى كل الانديه يعني، وانا واحد صراحه ما احب ان اي نادي يهبط من انديتنا، واتمنى هالموسم خاصه لان انا شايف الهبوط في المستوى ممتد يعني ليس العربي فقط، الانديه كلها ما تقدم مستوى استثناء اربع انديه خمس أندية ممكن بدون ما نسمي يعني السد والريان والعربي ونقول ناديان ما نبي نسمي على أساس، لكن الباقي الأندية لازم العمل يعني يكون فيه تركيز أكثر على الإدارات أن تكون قريبة ويكون العمل دؤوب من أجل صالح الكرة القطرية من ضخ لعيبة شباب. أعتقد أن في بعض الفرق لديها فرق كأسماء لكن كفريق مجموعة تؤدي لعدم اختيار مدرب المناسب. وأمانة أقول لك يعني اختيار مدرب مناسب عنصر مهم جدا، لأن العناصر الآن موجودة، أول كانت في قلة اللاعبين الآن موجودة اللاعبين، لكن للأسف العمل من ناحية نفسية القرب الإدارة بعيدة عنهم، في نفس الوقت الجهاز الفني يكون ما يواكب الطموح، ما يؤدي إلى يبغي اللاعب الجاهز، ما يقدر ما يتعب ويتجرأ ويكون عنده بعد نظر. فأعتقد أن على إداراتنا وإخواننا وربعنا أن يضعفون وتكون المثابرة من أجل الكرة القطرية، بحيث أن الشباب اللي يصعد من الفئات السنية وسواء من كان سباير أو من كان عملهم، فأعتقد أن مهم أن يصبرون عليهم، مهم جدا أن يوضعون خطط قصيرة المدى وطويلة المدى من أجل الاستفادة بهذه الشباب أفضل من المستهلكين. لو جينا وجردنا مجموعة من اللاعبين اللي حصلهم في دورينا حقيقة السن اللي عدى 35 36 37 لا زال يلعب، وابو 18 وابو 19 اللاعب متميز نشوفه في الفئات السنيه، للاسف بعد ما يوصل 20 او 21 قول له سلام عليكم. طيب في المقابل مثلا لو جينا نشوف لاعب مميز مثل كرم عفيف ما لقى له مكان، اكيد ما راح يلقى له مكان في السد بصوره رسميه في ظل وجود الكوكب من النجوم. خلاص الان انتهى موضوع ان اللاعب 11 لاعب، هو الفريق دائما 20 لاعب، واللاعب
الموهوب مؤثر. أكرم عفيف يلعب بالعادي يلعب، لكن فترة المعايشات وفترة الاحتراف أعتقد كان لها أولوية. الآن وقت أنه يستفيد منه نادي السد، فأتى في الوقت أعتقد أنه المناسب وراح يساهم. يعني بنفس الشيء قلنا بعض اللاعبين مثل المعز في نادي شوف في بعض الأندية لديها شباب حقيقة، والمشكلة الآن الأندية الكبيرة زج بعناصر شابة ويفرضون، لكن للأسف الأندية الأخرى يعني مثل ما تكلم الحين يوسف العام كان يلعب اساسي، السنه ما كان يلعب يعني كان طيب بالامكان انه هو. عبد الرحمن دام احنا نتكلم عن العربي، سؤالي لك وباختصار، العربي جرب كل المدارس في التدريب، كل المدارس اوروبيه امريكيه كل شيء ما افلح، هل هو مطلوب منه انه يقول لك ما يحك جلدك الا ظفرك، يعني ما في الا ولد البلد هو اللي ممكن ينقذ الموقف؟ يعني احنا شفنا تجربه سابقه وقديمه للكابتن عبد الله السعد من المركز قبل الاخير والمركز الاخير لين مراكز متقدمه. امانه انا اقول لك لم يوفق مجلس اداره النادي العربي في اختيار الاول واختيار الثاني، وليس تقليلا من قدراتهم، لكن في بعض الاوقات انت تاتي بمدرب جيد لكن لا يتناسب معه المجموعه اللي عندك او طموحك. فاعتقد ان عبد الله سعد لو بدايه الموسم او كان موجود الان او كان من بكره لو بدا عبد الله سعد اعتقد انه هو قادر انه يوصل العربي الى البر الامان. نعم. مرشد من اللي راح يكمل اسيويا؟ اتوقع الدحيل والسد. من اللي راح يهبط في دورينا؟ اتوقع الخريطيات والمرخيه. استبعدت العربي الحين. العربي مهدد. نعم. بس العربي. من اللي راح ياخذ الدوري؟ والله المنافسة بتكون شرسة بين الدحيل والسد. نعم. بس خبرة السد يمكن هي اللي راح تفصل في النهاية. إيش رأيك في توقعات عبد الرحمن؟ من اللي راح يواصل في الآسيوية؟ في الآسيوية. السد. الآسيوية السنة بعون الله باسم قطر سواء كانت حق السد أو الدحيل أو الريان. الله يسلمك. الله. وكل مؤشراته من المرحله الاولى ونامل مضاعفه يعني وتركيز اكثر من الاداره في دعم هذه المسيره. من اللي راح يهبط عندنا محليا؟ اللي يهبط والله الوضع 4 انديه وخمس انديه وضعها معلق، كل شيء وارد. ومن اللي راح ياخذ الدوري؟ اللي ياخذ الدوري اعتقد انه واضح جدا ان الكفه متساويه بين السد وده. تستبعد الريان؟ الريان خلاص ودع. الله يعين ونتمنى التوفيق لفرقنا ويعطيكم الف عافيه. استمتعت بوجودي معاكم ووجودكم معاي، والوقت ما شاء الله ركض معنا. بيض الله وجهك ابو عبد الرحمن على الجيه والحضور، ان شاء الله لنا استضافات قادمه. شكرا اخوي مرشد، يعطيك الصحه والعافيه، وان شاء الله راح لنا استضافات قادمه باذن الله تعالى. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، نلتقيكم في الاسبوع القادم في نفس الموعد وفي نفس الوقت. لذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، الى اللقاء.